حجابها، ويتهمون النهضة بأنها ستفرض الحجاب على المرأة. النهضة لا تفرض الحجاب ولا تنزع الحجاب، وفي المرأة أخوات لنا محجبات وغير محجبات، فمرحبا بهن جميعا في النهضة وفي الثورة وفي تونس. فالذين نزعوا خمار المرأة واعتدوا على كرامتها ليسوا مؤهلين للحديث على كرامة المرأة وحقوقها. المرأة النهضوية واجهت وحوش إدارة الدولة وتعرضت للتعذيب في قضايا سياسية دفاعا عن حريتها وحرية النهضة وحرية تونس. النهضة والمرأة في النهضة وقفت قضاة أمام قضاة فاسدين مستبدين، مش في قضايا النفق أو مخدرات وعنف، وإنما في قضايا سياسية تشرف المرأة التونسية وتشرف النهضة وتشرف تونس. أنا حصلي الشرف باش دخلت السجن في المنستير. في المنستير كنت في زنزانة انفرادية في 94-95، وبلغ الانحطاط بهؤلاء واعتداؤهم على الله ورسوله وكتابه والمسلمين أن نهار الأربعاء 30 مايو 95 جاءوا يفتشوني في الغرفة متاعي وافتكوا مني المصحف الشريف، ولكنهم تورطوا مرتين لأنهم نزعوا المصحف المقدس من مسلم، وهذا لم يحدث حتى في بلاد غير المسلمين، والثانية تورطوا لأنهم وصلوا متأخرين، فقد أكرمني الله بحفظ كتابه الكريم. في المكان ذاك اللي لم يعد فيه حرمة القرآن الكريم، كذلك لم تعد فيه حرمة للإنسان رجلا أو امرأة، بيني وبين سجن النساء في المسير حائط، وبجواري زنزانة انفرادية هي جزء من الجناح متاع السجن المضيق للعقوبة للنساء، كما أنا كنت في السجن المضيق للعقوبة للرجال. وكانت في تلك الزنزانة امرأة من نساء النهضة، مش من النساء الديمقراطيات، من نساء النهضة في سجن يقول قانونه ممنوع وضع السجين أكثر من 10 أيام في غرفة انفرادية للعقوبة أو لأسباب صحية أو لأسباب أمنية، ومحرم في القوانين الدولية. المرأة في تونس بتاع مجال الأحوال الشخصية اللي كانوا بها وضعت في السجن ووضعت في العزلة ووضعت في الزنزانة الانفرادية مش 10 أيام. المرأة التي أتحدث عنها ل8 أشهر. ونزيد على هذا يجيها نائب مدير السجن وعصابة من الحراس ويهجموا عليها يوم من الأيام، يعلقوها ويضربوها ويهينوها وهي تستصرخ رب المستضعفين وتنادي الله أكبر. الناس اللي قاعدين يتاجروا بقضية المرأة اليوم ويزيدوا على عرق النهضة ويقولوا النهضة مش ترجع لسان الديار، النساء تاع النهضة كانوا يواجهوا في الاستبداد في زنزانات السجون، وقت اللي كثير من نسائهم كنا يدخلن ويشربن الخمر في الحانات، وكنا يتحدثن عن مواضيع لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالحرية ولا بمقاومة الاستبداد، بل وضعوا يدا في يد ابن علي من أجل القضاء على نساء النهضة وعلى حركة النهضة، ظنا منهم أنهم سيتحصلون بعد ذلك على الديمقراطية، فكنسهم بن علي بعدما اضطهد النهضة وجاءت الثورة لتعود النهضة وليعرف الشعب هؤلاء على حقيقتهم. النهضة الرجال متاعها، خاطر الثورة متاعنا مش ثورة بدون آباء وأمهات، الرجال متاع النهضة ونساء متاع النهضة ربيتهم أمهات، منهم أم عندها 4 أبناء في السجن وحطونا كل ابن في سجن في ولاية باش يتعب ويتعبوا هما من الزيارة. أم تزور 4 أبناء مش مدة عام، مش مدة 10 سنين، ما يقارب 15 سنة، أم لم تتعب من زيارة أبنائها باش يبقوا قويين ويبقوا صامدين ويبقوا مقاومين للاستبداد، باش نهار اللي جات الثورة القات شباب والقات معاهم رجال قاوموا قبل الثورة وصمدوا أثناء الثورة.
أم أخرى في الثمانين هي في تونس ويبدأ يحطونها في حبوب في آخر مدنين تمشي صور ولدها إيش يعملها هالشياطين اللي كانوا يحكموا في البلاد يجعلوا يوم الزيارة وحده ويوم القفر وحده باش الأم تختار بين الزيارة وبين القفر الشعب الأم في الثمانين اللي تربي في رجال النهضة اللي هم الآن مؤهلين لقيادة البلاد وشاركوا بالثورة تزور ولدها وارتبات الأم في الثمانين قدام السجن وغدوة قدم القفة وترجع تونس أم في الثمانين تعمل تونس مدنين في 24 سنة في 24 ساعة ذهابا وإيابا فليتحدثوا على النساء وعلى قدم حركة النهضة ليحترموا أنفسهم وشيئا من الحياة والناس اللي قاعدين توا يعملون في صورة لأنهم أحرصوا على حقوق المرأة وقاعدين يحكيون على الميراث والمساواة الميراث بين الرجل والمرأة هؤلاء إما لم يقرأوا القرآن أو قرأوه ولم يفقهوه أو قرأوه وعلموه ولكن رغم ذلك مصرون في محاربته لأنهم لو قرأوا القرآن جيدا وسألوا أهل الذكر والعلماء جيدا لوجدوا أن في نظام الميراث بالإسلام عدلا بين الرجال والنساء وليس تمييزا بين الرجال والنساء وإنما توزيع للثروة على أساس التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وفي هذا النظام من الميراث المرأة أحيانا ترث أكثر من الرجل والمرأة أحيانا ترث مثل الرجل والمرأة في قليل من الأحيان ترث أقل من الرجل وكن شوف القاعدة دي من القوى خاصة بين الأخ والأخت لأن الرجل مطالب وجوبا بالإنفاق ولكن المرأة إذا ورثت مالا فمالها لها وليست مطالبة بالإنفاق فليناقش نظام الإسلام وعدله في الميراث وفي غيره أما أن يقدم صورا للمزايدة على المجتمع المسلم أو على الحركة فهذا أمر لن نضيع في وقت معهم تحية والوقت يطالبنا تحية أخرى إلى شبابنا كيفاش نفسروا إن شباب تونس عمل ثورة شباب تربى في ظل نظام بن علي في ظل برامج التعليم بتاع محمد الشرفي شباب ولا ياخذ الشهادات العليا ولكن ما يخدمش شباب معاش نجم يتزوج شباب كيوعد من البلاد يذيح في الصحاري والا يغرق في البحار ويعتقل في لمبادوزا ويعيش يعيش غريبا خارج وطنه مهانا شباب غرق في المخدرات وكلات السجون ولا شباب عبالوا مخه بالكوره ولا مشكلته كيفاش يواجه الفريق الاخر ولا عنف في الملاعب وتقاتل في الملاعب على الفراغ شباب وقت توجه للمساجد وتوجه للصلاه ولا التدين بعد فشل خطة تشريف المنابع اتهم بالإرهاب وأصبح مشلوبا وحكم مدة 7 سنوات بدون إيقاف إرضاء لبوش ولعصابة بوش ولمصالح بوش هذا الشباب وصل إلى درجة من اليأس ولا ما عادش عنده ما يخسر كي قامت الثورة هذيك فرصته إما تتحل مشاكله وتتحسن أوضاعه وإلا ظلام بعد ظلام حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا حاول الشباب في نفسه في 2008 وقمعت الانتفاضة حاول الشعب أو الشباب في تلك الديان فقمعت الانتفاضة وحاول الشعب مرة أخرى في سيدي بوزيد ونجحت الانتفاضة في البداية لأن تتسرب إلى تالا والقصرين وتتوزع بين ولايات البلاد جنوبا وشمالا إلى أن وصلت إلى العاصمة ودقت ساعة نهاية الاستبداد والفساد أيوه.